ملك وجينا بحذا الشيف إناس كان عادة أدبرة والتصنيف وتمخميخ النهار لحد والسبت خليوه علينا احنا على خاطر ديما نجيب لكم هكايا دي شيف بروفيسيونيل حق اليوم باش نعمل لكم خبز فوكاشيا خبز إيطالي هو شبيه بالبيتزا يقول قايل فما مكتعرف باش يتفرجوا فينا يحبوا تمخميخ والكل يقول لك زعما إيرندرا الخبز فوكاشيا هذايا كيفاه ما نجمو نعملوا أنا وجبة ولا كيفاه؟ هو سمية احنا كي نعملوا خبز الفوكاشيا يعني نجموا نعملوه حتى نزيدوا معاه سلطة اكاهو كيف ما نعملوا احنا اليوم، احنا اليوم باش نعملوا خبز فوكاشيا وباش نزيدوا معاه سلطة كلامان، خاطر الخبز نتاعنا باش يكون فارينة ويعني معجون بالزيت والخميرة، وفي الاخر باش نزيدوا عليه من الفوق زعتر وكليل وفلفل وطماطم وثوم، يعني من بعد باش يعطينا تكستير اون ديري ناكلوا في البيتزا، طعم تبينا على الاخر. خابيا ايناس تحاول هيك تحاول هي من البارح تقنع فيها نقولها يا ايناس ما تعرف التوانسي يحبوا تمخميخ يا رندرا نجموا نعتبروه وجبه والا لا تقول لي راه والله شبع هذا باش نزيدك مع سلاطه والله شبع وتوا ناقص كان باش تحلف تقول لك والله راه شبع تنجم تعملوا معناها وجبه كما نقولوا احنا نعملوا بيتزا نزيدوا معها سلايطه معناها تولي تنجم تكون وجبه متكامله به هات نبداو الساعة احنا قبل كل شيء باش نعمل كوكيز نتاعنا؟ باهي احنا نبداو بالكوكيز خاطر لازم يرتاح ساعتين وبعد نتعداو نعجنوا الخبز نتاعنا. خابية ناخذوا الكوكيز أول حاجة باش ناخذوا الزبدة نتاعي اللي هي 175 غرام زبدة عليهم 90 غرام سكر أسمر وعليهم مغرفة سكر فانيليا. باهي هاكا احنا ديما نوصي انا لي مامون خاصة ماك تعرفوا صغيراتنا يحبوا الكوتي ساعات يقول لك حتى كوتي الصباح وكوتي العشية في ليكول كيف كيف في الروضات هاكا يحبوا زادا ايكول معناها قلت في الروضات يحبوا مثل وجبة كهاو كوتي واحدة دونك نحاولوا ديما نعطيكم برشا أفكار للكوتي خاصة نبعد شوية على الكوتي الحاضر نعرفكم معناها تخدموا غاطسين برشا كل ميما فيها بيسكي نعملوا هكايا مرة كوكيز ولا مرة كيك حتى في الجمعة مرة هيك نرتحوا بها شويه على ماكله الشارع كل انا صحيت اموات تبدا صحيه قدام عينيك وتبدا عملتها انت بنظافه قدام عينيك دونك نزيدوها ضيمه بيان سور به اني سميه عطيتهم الريسيت نتاع 300 غرام فارين اني هوني مش نخدم الشطر يعني اني عاد 300 غرام فارين نحطوا عليها 175 غرام زبده نحطوا عليها عظمه مغرفه سكر فانيليا نحطوا عليها 200 غرام بيبيت شوكولا 300 غرام فارين و6 غرامات خميره خبيه يعني باش نخدم الشطر هيك علاش نحط شطر عظمه باهي فوالا دونك باش نستعمل اليوم الفارينه نتاعنا كالعاده من دار الهيدلايت اللي عندها نوفوني ديجا بدا يكبر واكتسح السوق التونسيه اليوم نحكيو على فارين ساكسي اللي متكونه من خمسه انواع نتاع فارينه موجودين في باكو واحد فما ارطل وفما 750 غرام نقولوا احنا الفارينه نتاعنا اليوم سونغلوتين برشا يقول لك نتاع اللي عندهم بلدية سيلياك بالعكس راه تنجم حتى الناس العاديه كيف كيفكم والا اللي مثالي يتبعوا نظام غذائي معين كيف كيف سبورتيف كيف كيف صغيراتنا ديما نحكي برشا على صغيراتنا اللي ياكلوا كل يوم باش نبداو واضحين كل يوم ياكلوا جوتي معناها لازم ياكلوا حاجه حلوه هذاك علاش كي تستعملوها في الجوتي نتاعكم معناها في الكيك ولا الكوكيز فما برشا انواع والحاجه الباهيه زاده في الفارينه نتاعنا انه فما هكا فما روسيت من تيلي هكايا مكتوبه للناس اللي ما تعرفش ولا ما عندهاش برشا افكار خمت فيكم ساكسيد وجبت لكم ديجا روسيت مكتوبه من تيلي دونك الفارينه هذه حاجه ممتازه برشا واللي عجبني هذه زاد الامبلاج نتاعها حلينها بخاتيك على الاخر وحاجه الباهيه انه شو كي تحلوها ولا شفت كي تحلوها ما تتبزعش ولا شفتوها ما تتبزعش دونك ما تقعدوش حايرين كيفاش باش تخبيوها ولا في ساشي ولا في حكه كيما الفارينه الاخرى دونك فوالا الحلينها ساهل وحتى طريقة كيفاش تستحفظوا عليها معناها حاجة بخاتيك على الاخر سي بون ايناس الكوكيز حضر سي بون سي بون مفيش لا تركيز لا حتى شيء لموه الكل مع بعضه تخي بيان زادا كيف كيف الهيدلايت وفرت لنا حاجة أخرى غاليت دو ري اللي هي بالحق حاجة ممتازة على الاخر ننصح بها كل واحد عنده ستريس كل واحد يبدا منرفز هكايا ننصحك تاخو غاليت واحدة هكايا تحطها حتى في كرهبتك ولا في خدمتك ولا وين تحب انت تبدا تقرمش منها شويه بالحق راهي حاجه ممتازه على الاخر هكا
نبعد شوية على الشيبس خاطر هذه صحية 100%. أنا ننصحكم بها صغيراتكم، أنا واحدة من الناس جربتها مع صغيراتي حبوها على الأخر صدقوني والله العظيم والله والله. ساعات تعمل حتى كومباريزون معناها بينها هي والشيبس كي تروح بهم لصغارك الزوز. أنا صغاري ولاو يحبوا معناها يختاروا الجاليت هذيا، فما زوز أنواع عندنا بالملح ومن غير ملح. نجم تستعملوها في فطور الصباح تختين بالجبن بالشوكولا كيف كيف، نجم تستعملوها زادة سالي، نجم تخليوا صغاركم يدخلوا معاكم معناها الكوزينه بارتاجيو معاكم شويه هكايا شويه الماكله كي يزينوها كيما يحبوا هما، شويه صوص نتاع بيتزا، شويه تون، شويه زيتون يزينوها كيما يحبوا هما. وخاصه كيما نقول انا كزينه هي ناكلوا بعينينا شايفه كيكا العين تاكل قبل الفم. فوالا دونك نتبعوا مع الشيف قاعده ياخذوا ميزانها من الفرينه نتاعنا. باهي سميه نعاودوا الكوكيز، قلنا عندنا 170 زبده وعندنا 300، عندنا 170 سكر 170 زبده و90 سكر عليهم مغرفه سكر فانيليا وعليهم عظمه ركضناهم مع بعضهم معناها جوست دخلنا الميلونش في بعضه. من بعد زدناهم 300 فرينه وزدناهم 6 غرامات خميره، زدناهم شوكولا بيت شوكولا والا تاخذ شوكولا نوار قصقصها قدامي وتزيدها. باش قالك في الفرينه نتاعنا شايفه باش اول مره تستعملها؟ مش اول مره، اني عجبتني على الاخر خاطرها خفيفه محلاها في الـ في الـ في الكيك. اني جربتها المره فاتت معكم في الكيك محلاها وهيك علاش حبيت نعاود نجربها اليوم في خبز الفوكاشيا. باهي خذينا هوني خبز الفوكاشيا، خذينا هوني 840. هذه خبز الفوكاشيا؟ اي توا سيبون هيك خليناها مش ترتاح ساعتين على روحها. باهي كوكيز يرتاح ساعتين. حتى لونها ما نعرفش الساده المشاهدين كان لاحظتوا لون الفرينه نتاعنا لونها دوغي كالذهبي شويه. باهي خذينا 840 فرينه. باش نزيدوهم هوني مغرفه كبيره خميره وزوز مغارف سكر ومغرفه صغيره ملح. هذيك خميره كيكه؟ خميره اي. خليك تعجن شيف كيف معهم كيف. كيس زيت سميه؟ كيس زيت. كيس زيت. خلينا نوريو الكيس قداش حجم الكيس. الكيس هذا نفسه اللي اني باش نزيد به ثلاثه كيسين ماء. يعني 840 كيس كيما هكا زيت وثلاثة كيسين كيف من هكا. يعني تختاروا الكيس تحبوا عليه انتوما وكل كيس هذاك فوا تخوا كيس دو ريلاكس. كيس دو ريلاكس. باهي. سي بون. باهي يا شيف احنا ماك تعرف الحوسه نتاع كوجينا شنو نستحقوا في حوستنا في كوجينا نتاعنا بالطبيعه باش نستحقوا منتوشه. الامين ليكيد فيسيل نتاع بالحق معون عندنا متوفر في زوز انواع، عندنا بالقارص وعندنا بالتفاح. بالحق حتى نسيلي قلقها شويه كالقارص هاكا فما شواء اخر اللي هو التفاح حاجه ممتازه على الاخر. انا اللي يعجبني في منتوج الامين بالحق اللي هو نظافه صنعتهم، ابار انه نظافه صنعتهم انا نشجع عليه على خاطر منتوج تونسي. وقت اللي تمشي تاخوه تلقاك العلم نتاع بلادك كي وتلقى مكتوب منتوج تونسي، علاش ليه ما نقطعوش المنتوجات الاخرى ونستعملوا منتوجاتنا التونسيه ونشجعوها على خاطر بالحق هي ابار انه نشجعوا المنتوج التونسي ما شاء الله عليهم تبارك الله افيكاس على الاخر. اليوم الامين خمت فيكم ابار انه باش نستعمل الليكيد نتاع الماعون نتاعنا، عندنا زاده برودوي نتاع السال دو بان نتاعنا. نعرفوا انه انسال حذقات الميزانيات انه السال دو بان خط احمر عندك الكوجينه والسال دو بان الحق خط احمر. الصباح مسحه الصباح ومسحه العشيه نقول صباح المساء يوم الاحد بالحق سال دو بان. دونك عندنا برودوي نتاع سال دو بان افيكاس زاده يعطيك ريحه بنينه وكيف كيف بريونس معناك اللمعه تقعد لك هكايا في سال دو بان بالحق حاجه ممتازه على الاخر. كيف كيف خمت فيكم في عندنا زاده برودوي نتاع الموبل. فوالا الموبل نعرف اللي احنا الموبل نتاعنا ديما نقول انا حساس شويه كي ونشريوها بسوم غالي شويه. دونك نخمو فيكم باش خاصه نردو بكم بالبرودوي نقول انا برودوي شيميك ولا برودوي كي يخلي تخاس والا يقلق المبل شويه. هذيك علاش ننصحكم بالبرودوي هذيا افيكاس وكيف كيف يعطي لمعان ما يخليش شكل التفشه. اني في يعني بحذيه في المهديه ديجا عندنا شركه لمين بحذينا ناخذ السونتر كان من عندهم هما ديجا بجنبي معناها بالحق ناخذ من عنده كان هو مواد تنظيف والله ومحلاها معناها مواد التنظيف نتاعو مش كي اللي تلقاها ماء ولا ميسه ولا حاجه. لا بالحق محلاها البرودوي نتاعو نظيفه تقعد في الماعون بالحق
خابية خمت فيكم الأمين عنا بخدويها وكإيترا تمسح بيه تسيق بيه تعمل بيه اللي تحب أنت دونك متوفر في إيترا. والأهم من هذا الكل أنه الأسوام في المتناول بالحق. نعرفوا أنه شيب التونسي متقلق برشا وتعب برشا نعرفكم والله حاسة بيكم. وإحنا نساء نظافة خط أحمر وماذا بينا ديما تلقاونا غاطسين في المحلات التجارية خاصة مركزين على الريون نقول أنا متاع مواد التنظيف هذيك علاش حاجة ممتازة على الأخر. حب فقط هون نضيف حاجة أنه أبار قلت الأسوام في المتناول نحب نعطي أهم نقاط البيع وين متوفر الأمين تقريبا في كامل تراب الجمهورية في ولاية زغوان. كيف كيف عنا المستير عنا المهدية عندنا سوسة جندوبة بنزرت نابل تونس الكبرى دونك متوفر في البحر الأزرق في المنيلة في المروج أربعة عندنا جابس كيف كيف وعندنا مدنين العزيزة وعندنا قفصة وعندنا فوالا دونك هذوما الولايات المتوفر فيهم نقاط البيع متاع منتوجنا الأمين تقريبا في كامل تراب الجمهورية. وبطبيعة اللي يحب زادة ينجم معناها حتى يتواصل معاهم والا ياخو عن طريق الانترنت بطبيعه يوصلكم حتى كش للدار عندكم 29 00 46 45. خليك انا اي سي بون ديجا اني تو باش نلفها نخليها ترتاح ونتعدى مش نمشي نصمت الكلام خبيه من بعد هما حضروا الحاجه بها شاف حبيبك تحكي عليها انت العجينه نتاع الفرينه نتاعنا بالحق راهو ما حلاها التكستير نتاعها ولا اي شفت في ساعة ما تمشي معاك في ساعة ما تمشي ما تستحقش انك تقعد تعجن كيما الفارينة الأخرى معني من بها اني توا لمنيتها ولا التكستور نتاعها في الحمام ما تاخذش حتى ما تعبنيش يا سمحة انت دونك ليه نخليه يخاف من خياله بالحق ساعات الكلمات نتاع الأغنيات تحسها لا تمت للواقع بسهولة هكا خلودة صحيحة انت ممنوع من الزواج ممنوع من الزواج ولا شنو قولك انيس في الشروط نتاع ملكة جمال ستي خليه الانسان يحقق احلامه كل ما غير ما يدخل بعض فوالا اني مع انت مع او ضد اني معها بحق والله كل وقت وقته خاطر تخلط من الزوج انت ضد الزواج قاعد تعدل كلامي هي قاعد يتعدى بيان قاعد يتعدى ما تطلعش خطيب تتفرج لا انا مش هكاك اشوف والله بالحق سميه خاطر ريت مش تلهي توقف بروجي على ساقيه وميم طون تبدا عندك هيك موضوع عرفت تتلي منها تبدا مقطع مريش لا وقت برشا 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 صعوبات معنيش وقت قاعدين نشوفوا في جيل توا جيل الساعد بالحق قالوا لكم لا وقت للحب معناها راهو كي نحكيو احنا على تاخر سن الزواج لبناتنا في تونس بالعكس راهو والله تحسهم هما فخورين مع تقول لك انا مثال نعمل بروجي نتاعي ونوقفوا على ساقيه ونخدم وندخل فلوس وندلل روحي ومن بعد نخمم في العرس باه ما تقول انت الراجل مش باش يهرب والعرس مش باش يهرب بغرو انا نشجعكم اقعدوا هكاك انا قاعد اقعدوا هكاك باهي تو باش نكملوا مع شيف انيس شنو تبرع باهي خلينا الخبز بكري يرتاح تو سي بون جبدنا دهنا البلاتو نتاعنا بالزيت وباش ناخذوا خبزنا كيما حكينا سميه محليها العجينه بالحق مازلت نبدا نعجن وعامله هكا برشا مجهود اليوم لا من فهلم نيتها اكاهو سي بيان سي بيان هاكا ارى رطبه محلى عجينه محليها اي وطريه هذيك السر نتاع الفريق فوالا ما تحقوش ماكينه زاد نتاع عجينه فوالا نحكي شويه على منتوج نتاعنا لي طون لي شيف هكا قدت الخبيزه نتاعنا الفوكاشيا دونك اليوم خبز ايطالي شبيه بالبيتزا. حبيت نحكي شويه على هيد لايت المنتوج التونسي اليوم عنده نوفوني اللي هو ساكسيد الفرينه هذيا دونك تشوفوا في الباكو في 5 أنواع نتاع فارينه عن الارز والذره والحمص والعدس والفول المصري لومبلاج ياسر مزيان كيف كيف عندنا فيرتل و750 جرام لونها كما قاعدين نشوفوا فيها لونها لون الفارينه دوغي الفرينه هذه سون جلوتين صحيحه هاكا للناس اللي عندهم حساسيه من القمح اللي يعانيوا من مرض من مرضي سيلياك واللي 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 لليوم لم يتم معناها ما الاستعراف به كمرض مزمن نعرفوا انه البرودوي هذا يا خلود ساكوت تري شير معناها في المحلات التجاريه غالي برشا هذاك علاش خاطر نستوردوه من برا كي نلقاو منتوج تونسي نفحوا برشا حتى البخي معناها بالحق في المتناول خلينا نقول انا
دونك حاجة ممتازة على الاخر كيف خمت فيكم هاد لايت. عندنا جاليت دوغي هيك تقرمشوها خاصة انا ننصحكم بها وقت ستريس 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 نعرفكم من سي خاصة انتي ستريس ولا يا خلود نورمالمون نشجعك بها خاصة انتي الجمعة هذي تعديت عليك الجمعة هذي تعديت عليك برشا ستريس. دونك عندنا زوز انواع عندنا من غير ملح وبالملح نجم تستعملوها في فطور الصباح كتارتين بالشوكولا بالجبن ساليت زينوها كما تحبوا انتم بالصوص نتاع البيتزا بالتون بالزيتون تنجم زاد تدخل صغيراتكم الكوجينه يزينوها كما يحبوا هما كيف كيف تنجم حتى غوتي لصغيراتك تحطها معناها في الغوتي نتاعهم يقرمشوها يقرمشوها ولا كيف كيف. حاجه اخرى راهي نجم تنسيك في الشيبس نعرفوا اضرار الشيبس على صحه صغيراتنا والغرام الكبير بالشيبس اللي ما ينجم حتى حاجه تبدلها ننصحكم بالجاليت هذه اللي بالحق هي تنجم تعوض الشيبس. اش قولك خلود وقت اللي نلقاو منتوجات تونسيه قاعده تنافس في المنتوجات الاخرى؟ اي حاجه بيا وحنا نشجعوا منتوج تونسي معناتها يزي ما استعملنا منتوجات اجنبيه توا وقت باش نستعملوا اكثر المنتوجات التونسيه ونشجعوا الحاجه هذيا ونشجعوا معناتها اصحاب المشاريع هذيا زيدا كيف كيف معناتها حاجه بيا اذا ما يلقاش حظه في 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 بلاده يمشي يلقى حظه دونك نشجعوا سيرتو معناتها حاجات صحيه هذيا مانيش نحكيو على حاجه هكاكا. باهي قول لي خلود انت الماكله نتاعك توا ماكله لازمك ماكله صحيه ولا تاكل كم اي منقصة من كل شيء العجين اي برشا ناكل برشا خضره الحم هاكا شويه روس معناتها الباك الوحيده ناكلها سينو منقصه من كل شيء. تخي بيان تخي بيان فوالا كيما قاعدين نشوفوا هذه الخبز الفوكاشيا زينتها بالطومات والزيتون والكليل والزعتر شنو اخر؟ عملنا لها زيتون عملنا لها زيت زيتونه مع الاولاد عملنا لها زيت زيتونه عملت لها رشه هيك شويه بين الصوابع ملح عملت لها زعتر وكليل عملت لها ثوم بصل مقصوص رونديل وطماطم تخي بيان وتواش وزيتون وتواش نحطها في الفرن حطها في الفرن وهي ساعة غير باء على 180 درجة تخي بيان دونك نكملوا معاك السلطة نتاع ال نتاع شنو السلطة شايفة؟ سلاكت فرويد مير فرويد مير جو كلام حسبقى ما نشوف هنا اي وشكون وشكون التونسي اليوم اللي نجم نسيش نسيش خلينا نحكي معاك في طاقة إيجابية يزيونا من غلاء الأسعار بالعكس الأسعار في تونس في المتناول الناس الكل تنجم تاخذ فرويد مير وتاخذ كلامار وتاخذ كريفات وتاخذ الحوت بأغلى أنواعه واللحم كيف كيف ما سيرش راهو المهم كل فترة وفترة وكان ياخذوا شوية في انتظار يحضر الكلامار نحب نحكي شوية على منتوج الأمين وقت اللي إنزافة تكون صنعتهم والاسعار تخمم تخمم فينا وتخمم في جيب التونسي وقت اللي نلقاو الاسعار في المتناول نعرف انه انسي كل حق مغرومين بي 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 مواد التنظيف كما تعرف خلود النظافه يظهر لي خط احمر احنا خاصه احنا انسي فوالا اليوم الامين خمت فيكم جبت لكم اليوم عندنا اهم حاجه هذيك هذيك متعدده الاستعمالات ولا اي هذيك ايترا ايترا نجم تستعمل فيها كل شيء ازاج معناتها تعمل تواليت سبيب الحيط اي حاجه معناتها تنجم تستعملها معناتها نجم يعوض لك برشا برودوي ينظف لك كل شيء والحاجه باهي انه كل كل تمشي براتيك العلم شفت العلم علم تونس هاكا فوالا فوالا وي كي تراو مكتوب عليها منتوج تونسي بالحق راهي حاجه تفرح على الاخر ونشجعوا المنتوجات التونسيه امتينا كيف كيف خممنا فيكم في نظافه السال دو بان اللي احنا عندنا اليوم بخدوي نتاع السال دو بان يخلي لك اللمعان ويخلي لك نظافه افيكاس على الاخر والريحه لبنينه الريحه لبنينه اي اهم خاصة. حاجه الريحه ديما احنا نركزوا الاكثريه في لي برودوي هذوما على الريحه على قد ما تكون الريحه بنينه على قد راهو ملعب فوالا فوالا والريحه راهي تنجم تدوم معناها تدوم بالحق مده طويله كيف كيف خممنا فيكم في في الموبل في الموبل نعرف برشا نسي خاصه انا ديما نقول نحكي عن سي خاطر نعرف النظافه هي تخص خاصه هي عندهم صغيرات صحيح ويوسخوا برشا اي دونك عندنا برودوي هاكا يرتاحكم من كل شيء حتى كي ولدك هكا ولا بنتك وسختك شويه الصالون ولا حاجه هكاك يصفي ساعه هاكا ينحي لك لي تاش اللي موجودين فيها وبالحق زاد افيكاس على الاخر حاجه حاجه معناها مزيانه برشا نختموا بالصابونات المزيانات اللي هما متوفرين في تخوا بارفان دونك يرتب اليدين على الاخر وما يخليش الشيح خاصه احنا توا في فصل الشتاء معناها البو تبدا شيحه ولا البو تبدا شيحه برشا دونك ماذا بينا نختاروا برودوي هيدراتون
نبدا في عمليه هيدراتاسيون في البو. اي ناخذوا برودوي به معناه يدراتي البشره باش ما نقعدوش نستعملوا على الاقل حتى كريمات والكل. به نكمل سلايطه انيسه؟ به انيسه بون هوني سلايطه قصيت لها طماطم، قصيت لها بصل كالعاده رونديل، قصيت لها شويه فلفل مش برشه، زدتها معدنوس وكبار وشويه فلفل اكحل وشويه ملح. هوني الكلامار نتاعي تصمتت باش نخليها جوست تبرد شويه، نقصها يعني قدامي صغار ونسوتيها في شويه زبده وبعد نفوح سلاطه. ما شاء الله ريحتها بنينه على الاخر، ريحته ياسر بنينه. ريحته بنينه. عاد فكرنا كيفاش فوحته؟ والله عملت له ماء شويه كمون وشويه فلفل وشويه ما شاء الله شويه ملح شويه فلفل اكحل وخليته لين وقف على ماء يعني لين ماشي عليه مش نكبوا ماء. توا المي سعاده باش تقعد نسيك تاكل كان في سلايط 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 السكالوب كغيه كهوا ما يصيرش 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 نتحمل شويه اي كل شيء هون باش توصل لازمك تعمل هذاك. وبعد ملكة الجمال مسؤوليه راهو صحيح باش ترجع لازمك تحافظ على ترجع للكسكسي حسبيك من اول نهار توا واحد تونس ما غدوه راهو حسبيك حسبيك والله شويه اخر باش تلتحق بينا مهندسين وخبراء من من فريق اكيلاريا باش نحكيو في اكثر تفاصيل خاصه راهو الدودة هذه راهي بالحق راهو ركزوا معايا راهي صديق قلبي صحيح هو مشروع ما يسحقش راس مال كبير وما يسحقش لوكال وا 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 لكن لازمنا نعرفوا ان الدوده هذه اللي احنا قاعدين نربي فيها راهي صديقه للبيئه. نخلي كلمه ختام خلود مرحبا بك. عايشك سميه على الانفيتاسيون. عاد انت بتبدا عايش حاب نشكر لازمنا معك المصر نهزك معايا عزيزتي شرف كبير نصلح نكون ملكة بيان خذني خذني المخرج الاسد بقدم التحيه نصلح بيه نشكر الناس اللي دعمتني واللي قالت عليا كلمه بيا، نشكر معناتها الاعلام التونسي اللي وقف معايا وعطاني فرصتي بالكدا بجاوبته ووضحت شويه معناتها من اللي صار نهار الحفله الختاميه نتاع ملك جمال عرب تونس. نحب نشكر مدام مواهب ملولي ومدام ريم شاكر اللي وقفوا معايا بالكدا خاصه في التغطيه الاعلاميه. نقدم لهم تحيه كبيره. اكزاكتومون. نحب نشكر ماما بابا، نحب نشكر ليديز ازي اللي لبستني الغاب المزينه هذيا، فوغ اللي عملت لي المكياج، وحبيبه جواليري على لي زاكسيسوار. ميرسي بوكو. تحب تشكري الناس؟ قاعدين نعطيك في رسايل في السلطه باش ما تسمعش. هزيني الناس، اشكري الناس، اشكري الناس، عريحة البنينة والميحة البنينة. لازم نوصي معكم في برنامج نهارك زين، مرحبا. هذا جونا في نهارك زين على قناة حنا بعض، نجيكم كل سبت واحد لحداش متاع الصباح، اي نعم الصباح. سينو اللي يعطيه يرقد شويه الصباح ما فيها باس ينجم يلقانا العشيه الاربعه نتاع العشيه كل عاده بالطبيعه ادليل ما يوفيش معانا التمخميخ والتصنيف مع الشيف انيس. عسلامه سميه رجعنا مره اخرى بهي هوني كملنا احنا الدبره نتاعنا بهي انا هوني خبز الفوكاشيا اللي حكينا عليه سيبون حضر وقصيناه حطيني هوني هوني سلطه الكلامار كالعاده كيف ما حكينا قصينا الطماطم والبصل والفلفل وزدناها الكبار وشويه معدنوس وقصينا الكلامار نتاعنا بعد ما سوتيناه في شويه زبده. تنجح تنجح السلطه هذه ما نحكيكمش من انجح السلطات والله من انجح السلطات بالحق. وهوني عندنا الكوكيز كالعاده الديسير اللي هو حضر كوكيز بالشوكولا بنين محلي بالحق بنين بنين علاش بنين؟ خاطر بالفرينه حق معناها ياسر الحق يتقال اليوم باش نحكي شويه على الفرينه نتاعنا فرينه ساكسي من دار الهيدلايت اللي هي بالحق راهي لونها دوغي الامبلاج نتاعها ياسر مزيان متوفره في زوز في ارتل وفي 750 جرام حلينها ساهل وبخاتيك وقت اللي تحلها تنجم معناها تسكرها كي بخاتيك على الاخر ما تتبزع لكش وما تقعدش تخمم وين تحطها. الاهم من هذا الكل انه الساكسيد نتاعنا الفرينه نتاعنا راهي سون جلوتين اما ماهيش فقط موجهه للي عندهم حساسيه من القمح مالادي سيلياك اللي لليوم وزاره الصحه ما زالت ما اعترفتش به كمرض مزمن. راهو كيف كيف البرودوي نتاع سون جلوتين بالحق ساكو تخي شيغ كوميم خاطر نستوردوه من برا. هذاك علاش نفرحوا برشا وقت اللي نلقاو منتوج تونسي 100% وفي الاسواق زاده في المتناول. كيف كيف عندنا الجاليت دوغي متوفرين في زوز انواع عندنا بالملح ومن غير ملح تنجموا تعملوه تغطينا الصباح فطور الصباح سينو حتى العشويه يقرمشوهم صغيراتكم وهما قاعدين يلعبوا بالجوي نتاعهم هاكا يرتاحهم الشيبس واضرار الشيبس. كيف كيف ينجموا صغيراتكم يبارتاجيو معاكم تحضير انا نحب نسميها زاده في شكل ميني بيتزا يعملوها بصوص نتاع البيتزا شويه تن شويه عظم زيتون معدنوس قد ما يزينوا قد ما يشيخوا اكثر. هذايا هيد لايت ونمشي بالطبيعه الحوسه نتاعنا اليوم نتاع الكوجينه نتاعنا
باش نظفوها وترجع الريحه بدينا كيما قاعدين نشموا فيها في البلاتو. بالطبيعه نحكيوا على منتوج الامين وقت اللي تكون نظافه صنعتهم وحاجه اخرى نظافه صنعتهم، تلقاو ريحكم في ايادي امين على خاطر بالحق الاسوام تلقاوها في المتناول في كل، معناه في المتناول الكل مواطن تونسي بسيط زوالي. وقت اللي تبدا المراه مغرومه بالنظافه مواد التنظيف وتواسيس نتاع النظافه تستحق برشا مواد تنظيف، اما المهم يكون باسعار مقبوله متوفره في عديد ولاياتنا في تونس، معناها من اقصى الجنوب الشمال مع عدا بعض الولايات. عندنا ليكيد فيسيل حاجه مزينه على الاخر متوفر في الدوبارفان، عندنا القرص وعندنا التفاح، عندنا نتاع سال دو بان برودوي سال دو بان ياسر مزيان، ريحه بينا تدوم وقت طويل. كيف كيف بريونس معناها بالحق حاجه مزينه على الاخر. عندنا كيف كيف خدوي متعدد الاستعمالات نجم تستعملوا فختو معناها في كل شيء ايترا كامله، وتنجم معناها هو كي تاخذ هو ما تاخذش حاجات اخرى. عندنا الصابونات متوفرين في تخوا بارفان حاجه مزينه على الاخر افيكاس، يدراتي البشره يدياتك يدراتيهم بالحق. وكيف كيف عندنا بخدوي نتاع الموبل اللي هو زاد افيكاس وقت اللي تنظف الموبل نتاعك وماذا بيك زاد تختار بخدوي باهي باش الموبل ما يتضرش. هذاك علاش ننصحكم بالبرودوي الامين بالحق، تلقاو روحكم في ايادي امينه. شكرا لك شيف من جيتنا. اني عندي سونتر دو فورماسيون في ميديا قاعدين نعملوا في لي فورماسيون لتلامبا، عندنا باتيسيري وعندنا كويزين. كيف ما حكينا مع رفيتا ابيانتو ان شاء الله باش يولي عندنا كوافير فام وهم. مرحبا بالناس الكل وان شاء الله تكون عجبتكم دبارتنا اليوم. وانت هكايا كول في الدنيا معناها حتى مع تلامذتك هكايا؟ اني اكثر من هكا معناها والله في ليكول معناها ما نعاملهمش معناها لاني هكا مولات ليكول على الاخر نتعامل معاهم كانهم اصحاب، بالعكس معني علاقتي مع تلامذتي على الاخر محلاها. شكرا لك شيف ايناس جاتنا خصيصا من المهديه، برافو. نحب ديما نشكر الشيف نتاعي اللي يجيو على خاطرنا من بلايص بعيده، ميرسي بوكو. نحب نشكر سونتر مرفي باي ايمان السحباني على اللوك على المكياج على الشعر، نقولها ميرسي بوكو. نعرف تعبتها توا دو سيزون معناها زوز توسع في بالها معايا، ميرسي بوكو. كيف كيف الكناويتا ليزاكسسوار يعطيك الف صحه. احنا حلقتنا وفيت نتقابلوها كالعاده شاك ويكاند ل 11 نتاع الصبيح. شهيه طيبه نسكول بيبات شاو باي.